أهلا وسهلا فيكم على بيتنا اللبناني. اليوم بدنا نشوف كيف بدنا نعمل أطيب برجر بالبيت. لنعمل لحمة البرجر بالبيت بدنا نص كيلو لحمة، ملعقتين كبار كعك مطحون، بصلة وسط، كاتشب، خردل، بيضة، وللبهارات بدنا ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة بهار أسود، وملعقة صغيرة سبع بهارات. يلا نعمل أطيب برجر بالبيت. أول شي رح بلش فيه هو إنه أبروش البصلة. لكل نص كيلو لحمة مفرومة أنا بجيبها مفرومة ناعم، بحط لها بصلة صغيرة أو بصلة وسط، فيكن تبرشوها على الناعم أو على الخشن مثل ما أنتو بتفضلوا. من بعد ما أبروش البصلة بحمل البصل بإيدي وبعصرن من المي اللي بتطلع منه، وهيدي المي بدي كبها. من بعد ما صفيت مية البصلة بدي أضيف اللحمة المفرومة. أنا جبت لحمة مفرومة ناعم، فيكن إذا بتحبوا تجيبوا لحمة مفرومة خشين كمان، وبدي أدعكها مع البصلة. أول شي وهلأ في أضيف مقادير البقوة كلها، عندي ملح، بهار أسود أو فلفل أسود، سبع بهارات، تقريبا ملعقة صغيرة من الخردل، وملعقة صغيرة من الكاتشب. بدنا بيضة صغيرة أو بيضة متوسطة الحجم كاملة نحطها على المقادير. وهلأ بدي أدعك كل هالمقادير مع بعضها كتير منيح لحد ما تصير عندي عجينة متجانسة مع بعضها. من بعد ما تصير عجينتي متجانسة بضيف عليها ملعقتين كبار الكعك المطحون، وبدي أدعكن مع بعضهم، وهيك بتكون عجينة البرجر أو لحمة البرجر صارت جاهزة. هالوصفة كتير سهلة وكتير مغذية، ما بتعودوا تقولوا لأولادكم أبدا لأ إذا قالوا لكم بدنا برجر، لأنه بتعرفوا شو حاطين فيها وبتعرفوا إنها كلها مواد مغذية. هلأ صار وقت إني شكل البرجر، لحمة البرجر لطابات. نص كيلو اللحمة فينا نقسمها بين 8 طابات و 12 طابة، يعني بين 8 برجر و 12 برجر حسب قدي بتحبوا انتو اللحمة تكون سميكة. انا هون قسمتهم ل 8 طابات متساوية، وهلأ بدنا نكبسهم بالشكل اللي منحبه. فيكن تعملون بإيدكن أو إذا عندكن مكبس للبرجر فيكن أكيد تستعملوه. أنا بحط ورقة نايلون وبكبس عليها البرجر. هول الأربعة هلأ رح فرجيكم كيف كمان بضبهم وفي فرزهم بالفريزر، هيك ساعة اللي بدي في شيلون وإقليون. هلأ لتطلع معنا اللحمة نفس الحجم وتطلع معنا كل القطع مثل بعضها، لهالسبب نحنا أول شي قسمناهم لطابات متساوية، وهلأ بدنا نكبسهم. حتى لو بإيدنا عم نعملهم فينا نستعمل صحن أو كاسة كرمال نتأكد أنه كلهم تقريبا نفس الحجم. لحمة البرجر اللي عملناها فينا نشويها بالفرن، بدها تقريبا ربع ساعة بالفرن على نار متوسطة. وإذا بدنا نقليها مثل ما نكون شايفين أنا بحط زيت بمقلة وبحميه وبنزل عليها لحمة البرجر اللي عملناها. بالمقلة بدها تقريبا 3 أو 4 دقايق لكل ميل على نار يعني بين المتوسطة والقوية. وهيك بعد 4 دقايق بقلوا بالبرجر وبتركن كمان شي 4 دقايق.
أكيد فيكن تحطوا شو ما بدكن بالبرجر، جبنة، بندورة، كولسلو أو خس. أهم شي ما تنسوا البطاطا مقلية مع البرجر، وما تنسوا اللايك والسبسكرايب، وباي باي.